إلى نينوى ينضم إلينا مراسلنا محمد طلال ليحدثنا عن الإرباك الحاصل بسبب حظر التجوال المتكرر في المدينة ومستجدات أخرى فيها. نعم محمد تفضل. نعم محمد. مساء الخير. مساءكم خير. نعم. في محافظة نينوى وتحديدا في مدينة الموصل حظر التجوال الشامل لا زال ساري المفعول باستثناء بعض يعني الخروقات التي تحدث هنا وهنا لحظر التجوال من قبل المواطنين، لكن بشكل عام يعني الحظر بدأ يشكل مشكلة حقيقية بدأت تظهر على السطح. أتحدث هنا في مدينة الموصل، المدينة التي تعاني من واقع اقتصادي سيء، بالتالي هذا الموضوع بدأ يلقي بظلاله على حياة المواطنين اليومية، خصوصا أتحدث عن الذين يكسبون قوت يومهم بشكل يومي. في ذات السياق يعني أطلق ناشطون وإعلاميون وسم ارفعوا الحظر، يعني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين من خلاله محافظ نينوى نجم الجبوري برفع حظر التجوال عن مدينة الموصل أو عموم محافظة نينوى، خصوصا أنه كما ذكرت أنه المدينة تعاني من واقع اقتصادي سيء. في سياق منفصل دكت قوات التحالف الدولي عبر طيرانها أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في جبال مخمور شرقي مدينة الموصل. يعني هذه العمليات تأتي بين حين وآخر أو تأتي في بعض الأحيان كردة فعل للخروقات التي تحدث في بعض المحافظات كما حصل في محافظة صلاح الدين. يعني هذه العمليات تأتي لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وأيضا الخلايا النائمة التي تحاول إعادة هيكلة نفسها في عموم البلاد. يعني كان هذا استعراضا سريعا لأبرز ما موجود اليوم في عموم محافظة نينوى. نعم محمد طلال، شكرا جزيلا لك ومنك أنت.